قاری محمد نذیر قادری. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون لا أنفسهم خالدون إلا الذين سبقت لهم أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيد وعدا علينا إلا كنا فاعلين سبحان الله ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون سبحان الله إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا
أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم. ما شاء الله سبحان الله. قاری محمد نذیر قادری صاحب اللہ کا پاک کلام پیش فرما رہے تھے. تلاوت کلام پاک سن کے دل ٹھہرے آئے تو بولو نا سبحان اللہ. کہ چہرہ مصطفیٰ اصل قرآن ہے, چہرہ مصطفیٰ اصل قرآن ہے. عاشقوں کی تلاوت پہ لاکھوں سلام احباب ذی وقار. خوبصورت پر وقار محفل پاک جاری و ساری ہے میرے ایوان کے